السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في الفيديو 22 من سلسلة C Sharp Fundamentals. في الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم عن الميثودز، إيه هي الميثودز وإيه أهميتها وإزاي نعمل لها implementation ونستدعيها ونستفيد منها في الكود بتاعنا. أول حاجة عايزين بس نعرف البرنامج بتاعنا بيتكون من إيه عشان نعرف يعني إيه ميثود. البرنامج بتاعنا بيتكون من مجموعة من النيمس بيسز، كل نيمس بيس بتتكون من مجموعة من الكلاسز، كل كلاس بيحتوي على مجموعة من الميثودز، ودي التارجت بتاعنا في الفيديو ده. طيب ايه هي النيمس بيس؟ النيمس بيس دي ما هي الا وسيلة تنظيمية للمشروع. افضل مثال ممكن اشرح بيه النيمس بيس هو المكتبة. المكتبة لو دخلناها هنلاقيها متقسمة لمجموعة من الاقسام، كل قسم بيحمل اسم، قسم كيمياء، قسم فيزياء، قسم جيولوجيا، وكل قسم من الاقسام دي بيحتوي على كتب بتتكلم في المجال ده. يعني قسم الكيمياء محتوى على مجموعة من الكتب بتتكلم في الكيمياء، وهكذا في النيمس بيس بتاعنا. النيمس بيس دي بتمثل القسم، والكلاسز اللي موجودة تحتها بتمثل الكتب اللي موجودة تحت القسم، والميثودز اللي موجودة تحت الكلاس دي بتمثل محتوى الكتاب اللي هو محتوى الكلاس. حلو قوي. هنا لو فتحنا البرنامج بتاعنا هنلاقي أول حاجة عادي نيمس بيس للبرنامج ده. النيمس بيس دي واخدة اسم البرنامج اللي هو Arrays. النيمس بيس دي جواها كلاس اللي هو البروجرام. الكلاس ده جواه ميثود واحدة اللي هي المين. ممكن نعرف أكتر من ميثود جوه الكلاس دي، ممكن نعرف أكتر من كلاس جوه النيم سبيس دي. هنبدأ نعرف كلاس مثلا وليكن يوزر بالشكل ده، وهنحط جواه مجموعة من الميثودز دلوقتي. طيب ندخل بقى على الاستراكشر بتاع الميثود. الميثود بتتكون من إيه؟ لازم نعرف مجموعة الحاجات دي علشان نعرف نعمل initialize للميثود. أول حاجة لازم نعرفها هي الأكسس موديفاير. الميثود بتتكون بالشكل ده، access modifier وبتاخد type وبتاخد return type وبتاخد name وبعدين parameters وبعدين body وبعدين return دي أو من غير return. نبدأ بالaccess modifier. access modifier ده معناه هو الطريقة اللي هنقدر نوصل بيها للميثود. أهم نوعين في الaccess modifier اللي احنا محتاجين نعرفهم دلوقتي البابليك والبرايفت. الميثود لو بابليك نقدر نعمل لها access من أي مكان جوه المشروع. الميثود لو واخده برايفت يبقى هنعمل لها اكسس من الكلاس بتاعها فقط. طيب ندي مثال، هنبدا نعرف هنا جوه الكلاس الجديد اللي عرفناه ميثود. هنقول بابليك وليكن ستاتيك كمان void method، ونبدا نعرف ميثود تانية برايفت ستاتيك void method 2. لو جينا هنا جوه ميثود المين عايزين نستدعي الميثود ديت، هنستدعيها من تحت بالكلاس ده لان هي جزء منه، فهنقول يوزر دوت. هنلاقي ظهر لنا ميثود وما ظهرش ميثود 2. ليه؟ لان ميثود الاولانيه واخده بابليك وميثود 2 واخده برايفت، فاللي واخده برايفت هتظهر في السكوب ده بس بتاع الكلاس الخاص بيها. الميثود اللي واخده بابليك هتظهر في كل المشروع. طب لو عايزين ديت بابليك هنلاقي هنا ظهر ميثود 1 وميثود 2. حلو قوي. ندخل على تاني حاجة الطيب بتاع الميثود. الميثود ممكن تكون static وممكن تكون instance. لو كانت static بنعبر عنها بالكيورد static، لو كانت instance ما بنعبرش عنها بحاجة بنسيبها فاضية. جينا هنجي هنا الميثود الأولانية اللي هي public هنخليها static، الميثود التانية هنشيل static بقت instance. لو جينا هنا نقول user dot هنلاقي ظهر ميثود 1 وما ظهرش ميثود 2 مع إنها واخدة public. طب ليه ما ظهرتش؟ ده الفرق ما بين الميثود الستاتيك والميثود الانستنس. الميثود الستاتيك بتتعامل تلقائي مع الكلاس، يعني بتستدعى من الكلاس نفسه. الميثود الانستنس دي خاصه بالاوبجكت، لازم ناخد اوبجكت من الكلاس عشان نقدر نستدعيها بالشكل ده. هنقول يوزر يو يساوي نيو يوزر، كده اخدنا اوبجكت من الكلاس. هنقول يو دوت هيظهر لنا ميثود 2 بس مش هيظهر ميثود 1. فالفرق ما بين الميثود الستاتيك والميثود الانستنس ان الستاتيك بنستدعيها من خلال الكلاس، الانستنس بنستدعيها من خلال الاوبجكت اللي بناخده من الكلاس. جميل جدا. تالت حاجه الريتيرن تايب، التايب اللي الميثود ده هترجعه. لو لاحظنا هنا احنا معرفين الاثنين ميثود اللي عرفناهم void. void دي معناها ان الميثود مش هترجع حاجه، هتنفذ اكشن معينه، اكشن مثلا وليكن كونسول وتراي لاين، هتطبع هالو، هتطبع اي حاجه بس مش هترجع فاليو. لو جينا نعرف الميثود الاولانيه ديت انتجر، اعطينا له ريتيرن تايب انتجر. والميثود زي ما قلنا هنا الريتيرن تايب بتاعها نوعين، لا تكون void
فتكون اي تايب من التايبس اللي موجوده عندنا في اللغه. هنا بقى لو بعت لنا الريتيرن تايب بتاعها انتجر هيطلع لنا ايرور، يقول لنا الميثود هي بعت لها ريتيرن تايب بس ما بترجعش حاجه، فلازم تخليها ترجع حاجه عشان الايرور ده يروح. زي ما احنا شايفين هنا، لو احنا عاتين لها ريتيرن تايب فوق لازم نعمل ريتيرن لحاجه من نفس التايب ده. يعني هنا لو قلنا ريتيرن برضه هيفضل معترض لان هو ما رجعش حاجه، لازم تعمل ريتيرن 0 10 20 اي حاجه نوعها انتجر. حتى لو اعطيته مثلا ريتيرن سترينج هيدي لك مشكله. تمام، الميثود اللي واخده ريتيرن تايب لازم ترجع حاجه من نفس الريتيرن تايب اللي واخداه. نرجع الحاجه اللي بعد كده، النيم. الميثود بتاخد اي نيم بيصف الاكشن اللي هي بتعمله، دي ما فيهاش مشكله. البارامترز، الميثود بتاخد مجموعه من البارامترز في الشكل ده على شكل فاريبلز بيتفصلوا بكوما. هنا لو قلنا الميثود ديت هنعرف فيها متغير وليكن اسمه انتجر x وسترينج s. لو جينا هنا تحت في المكان اللي استدعينا فيه الميثود هيطلع لك مشكله، مفيش ميثود اسمها ميثود ما بتستقبلش بارامتر. الميثود اللي موجوده بتستقبل منك اتنين بارامتر، انتجر وسترينج هنا كده. فلو جينا هنا حتى نفتح القوس ده هنلاقي بيقول لي لازم تباصي انتجر x وسترينج s. هنباصي مثلا 10 اللي هو انتجر كوما string s اللي هو 1، كده المشكله راحت. فالميثود عباره عن بلوك بيحتوي على مجموعه من الاكواد بتتنفذ، او الاكواد ديت الكومبايلر بيبص لها لما نستدعيها في ميثود المين بتاعتنا. نبدا بقى نعمل ميثود فعليه، هنسمي الكلاس ده array، نشيل الكلام ده من هنا. عايزين الكود اللي كتبناه في الفيديو اللي فات اللي هو بيدخل قيم في الاري وبيطبع قيم الاري نحوله لميثودز ونستدعيه هنا في الميثود المين بتاعتنا. قبل ما نكتب الميثود نسال نفسنا الاكسس موديفاير بتاع الميثود ديت هيكون ايه. بما اننا هنستدعيه في كلاس تاني فلازم يكون الاكسس موديفاير بابليك. تاني حاجه، التايب بتاع الميثود هيكون ايه، استاتيك ولا انستنس؟ هو هتفرق معاك في الحته دي. لو انت هنا جوه ميثود ستاتيك وعايز تستدعي ميثود، الميثود اللي فوق لازم تكون ستاتيك، فالميثود اللي هنعرفها لازم تكون ستاتيك. تمام، السؤال الثالث اللي هنساله نفسنا، الميثود ديت لها ريتيرن تايب ولا لا؟ هنشوف مثلا اللي بتدخل القيمه دي بترجع حاجه؟ لا، كل اللي بتعمله ان هي بتاخد القيمه من الكونسول وتحطها في الاري، فهتبقى void. نسميها اسم وليكن set array. بتاخد منك بارامتر اكيد، بتاخد منك الاري بتاعتك array 2D. ناخد الكود ده ونحطه هنا جوه الميثود. علشان نست قيمه للميثود بقى، عشان نست قيمه للاري، هو هنا معترض على ايه؟ بيقول لك ايه؟ رونج نمبر. هنا احنا معرفين الاري 1 دايمنشنال، معرفين البارامتر 1 دايمنشنال، وهو هنا الاري اللي بينفذ عليها الكود ده 2 دايمنشنال. فالحل اللي احنا نعرف البارامتر 2 دايمنشنال اري. علشان بقى ننفذ الكود اللي جوه الميثود ده هنقول ايه بقى؟ هنقول اري دوت سيت اري، بيستقبل منك الاري بتاعتك اللي هي اري 2D. كده الكود اللي جوه الميثود اللي فوق هيتنفس. طيب عايزين نطبع الداتا اللي جوه الاري، هنعرف ميثود تانية فوق اقول public static print array. طبعا نسينا هنا الفويد، بيستقبل مننا برضو integer و dimensional array. هناخد الكود اللي جواها ده ونحطه فوق ونكتب هنا array dot print array من باصيل array 2D. شوف بقى هنا فايدة الميثود، الكود اللي جوه المين بقى صغير جدا، 3 سطور بس، وينفذ الكود الكبير ده اللي كنا كاتبينه في الفيديو اللي فات. فانت لو ما كانش عندك حاجه اسمها ميثود كان كل الكود بتاعك هيبقى في ميثود المين، وكانت تبقى الدنيا ملخبطه ومش منظمه خالص. فهنا لو عملنا ستارت هنلاقي اول حاجه طلب منك تدخل القيم بتاع الاري، وهنا قام طبع لك قيم الاري. فهنا اول ما بدا كاتب ديت الاول، فدخل هنا على الميثود دي ونفذ الكود اللي جواها، وبعدين لما خلص دخل على الميثود دي وطبع القيم اللي جوه الاري. احنا الاثنين ميثود اللي استخدمناهم دول من نوع void. طيب نعرف ميثود بس ثالثه بترجع ريتيرن تايب. هنعرف برضه ميثود public static عشان احنا في المين جوه ميثود static. هنعرف ميثود بترجع وليكن integer اسمها add value، بتستقبل منك integer x، بترجع لك هنقول هنا integer result بيساوي x زائد 5، بتزود 5 على البارامتر اللي انت بسيطه وبترجعه لك بالشكل ده، هنقول return result. فهنا لو جينا قلنا array dot add value ظهرت معانا منتظره مننا نباصي بارامتر، هنباصي مثلا وليكن 50
لو جينا نقف على الميثود دي هنلاقي ايه نوعها انتجر، فنقدر نخزن الفاليو اللي راجعه منها فنغير نوع انتجر، فهنقول انت ريزلت يساوي القيمه اللي راجعه من الميثود دي، هنعمل كومنت على الكلام ده وهنقول كونسول دوت رايت لاين الريزلت بتاعتنا اللي هي نتيجه الميثود. لو عملنا ستارت هنلاقي طبعا لنا 55 دخل جوه الاد فاليو، اخد ال 50 مننا زود عليها 5 ورجع لها ال 55. ولو لاحظنا هنا طبعا 55 وما دخلش على الكود بتاع ده ولا ده، لان هنا عملنا عليه كومنت ما استدعناهوش، مع ان الكود مكتوب في البرنامج بتاعنا بس الكومبايلر ما بصلوش اصلا علشان الميثود ما ندناش عليها. كده احنا اتكلمنا عن الميثود في الفيديو ده، اتمنى الفيديو يكون مفيد واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله هنكمل كلامنا عن الميثود. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.